الاجتماع إيجابي وشفنا اللي يكونوا ثم استعداد كبير فيما يخص الأنقاض الجمعية. وصلنا إلى حل، إلى تكوين لجنة تسييرية مسهي الانتخابات الجاية يعني على مستوى النادي الرياضي الصفاقسي، وهذا يكون بعد 3 أشهر. وعد الجمهور دي مانيير أوفيسيل يكونوا ماشي ساهموا 1,000,000 دينار فيما يخص السياسة، ثم السوسيوس وبارك الله فيه هما ديجا يعني صبوا نوع طرف فلوس، وعندهم في كل شهر مش يصبونا يعني طرف شوية فلوس، ومستعدين يقولوا لي زيادة قسط من الفلوس أونورو. إنما اللي لاحظته كونه غياب رجال الأعمال، رجال أعمال ما جاني حتى تليفون من عندهم، بالرغم اللي قعدت في صفاقس معروفين هذا رجال الأعمال اللي صفاقس عطاتهم برشا وهما ما عطاوش لصفاقس. يعني هذا ولاحظوه اليوم ونشوفوا صار انقسام بين محبين الذي البلاد بتاعهم صفاقس و اللي الانديفيدواليزم تاع الاخرين. هذه حاجه ما اثرت فيها برشا، وكنت يعني حبيت اللي يكونوا رجال الاعمال يساهموا يعني بصفه فعاليه في ما يخص السياسات، لان السياسات تلعب دور مهم ونقوله ونزيد نقوله اجتماعيا في الحياة اليومية للبلاد في صفاقس. نطلب من رجال الأعمال باش يساهموا دون مانير فعالة دون مانير كونستركتيف، فانت يساهموا في الدعم النادي الرياضي الصفاقسي ودعمه ماليا و يعني مورالمو، يعني ما هوش طالبين برك الدعم المالي، لأن قلت قداش مرة ما هوش المال، ما يكفيش المال، يلزم الدعم يعني العباد الكل يعني الصفاقسية الكل المحبين النادي الرياضي يساهموا في المشروع لأنقاض النادي. نشكر سي منصف خماخم للمجهودات اللي بذلهم لمدة سنوات 6 سنين، وربي يفرج عليه، وحبيت نبشره اليوم اللي كوني طلبت من اللجنة، فانت من لجنة سي عبد الرحمن الفندري هو اللي متكلم باللجنة باش يلفي فيديري سور يعني ليتا سي بور ليتا لي سوم كي سون دو اسي منصف خماخم. يعني طلبت منهم وكونوا يوعدوا استرجاع الفلوس هذوما، انما نعرف اللي صعيب، ولكن للتاريخ يلزموا يكونوا موجودين في لي كارنيه دو النادي الرياضي الصفاقسي. نعاود شكري للهيئه اللي خرجت. ثم حاجه اللي غاضتني زاده هو التريزوري ما جاش، احسن طلبت منه باش يجي ما جاش، عيب لان ناقص لي زانفورماسيون، كان يجم يعطينا دي زانفورماسيون يعني اللي يعينونا في درس الوضعية للسياسات. وبارك الله فيكم وتحيا السياسات، تحيا صفاقس. نحمي ولا مشي نحاربوا على شلال.